نختتم معك أستاذ خالد هذه الجولة من صحيفة المجهر السياسي، ومنها نقرأ: استئناف التحويلات المصرفية بين السودان وتركيا. أعلن سفير السودان بتركيا دكتور يوسف الكردفاني عن استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية، مبينا أن المعاملات المصرفية أصبحت متاحة عبر اليورو والليرة التركية والدرهم بعد أن كانت متوقفة في الفترة السابقة. وكشف الكردفاني للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن اتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري تدريجيا ليصل إلى ملياري دولار خلال سنتين بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ونظيره التركي في مايو الماضي، مبينا أن الخرطوم وأنقرة وقعتان العديد من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة. إذن هي محاولة جديدة من الخرطوم لتحسين الحالة الاقتصادية أستاذ خالد، وذلك باستئناف هذه التحويلات المصرفية. ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك في المدى القريب والبعيد؟ رغم أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في تدهور في سعر عملتها من بداية العام الحالي حوالي 40%، لكن تظل هي اقتصاد كبير، هي واحدة من أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم، فبالتالي في السودان بيكون عنده فرص في التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. والوضع الصحيح أنه يكون معظم دول العالم وكل دول العالم عندنا تبادل مصرفي بيننا وبينه في التحويلات المصرفية، ده الوضع الطبيعي والعادي الموجود في معظم دول العالم، فدي إذا أيا كان هي خطوة إيجابية. ودي إذا ما كان في تبادل تجاري بينك وبين التبادل المصرفي والتحويلات المصرفية، معناتها ما في إمكانية لاستثمار مشترك أو تبادل تجاري، لأنه حركة الأموال دايرة نظام مصرفي. ودي خطوة إيجابية وخطوة كويسة. الشيء الثاني زي ما هو معلوم انه برغم في علاقات سياسيه بين البلدين لكن ما مترجمه اقتصاديه، حجم التبادل التجاري بين البلدين السنوي هي 500 مليون دولار، وده بالنسبه لدولتين رقم ضعيف ومطلوب يمشي اكبر، يعني لانه في فرص كبيره للتعاون على المستوى بين الاقتصاد بين الدولتين وعلى المستوى بتاع العمل التجاري والعمل الاستثماري. زي ما قلت لك في جانب نحن المفروض نلعبه في النظام المصرفي وفي بيئة الاستثمار، ولكن في فرص كبيرة. نحن بننظر دائما للمصالح السياسية من المصالح الاقتصادية، ودي نظرة خاطئة، المفروض نوسع المجال. يعني شوف في حالة من التوتر الشديد لو قارنا بين تركيا، توتر السياسي بين تركيا ومصر، لكن في حجم تبادل تجاري كبير جدا بين البلدين. أستاذ خالد، أخيرا في هذا المحور تحديدا، ويعني حتى لا يسرقنا الوقت، على الصعيد السياسي هنالك بعض التحفظات الإقليمية على علاقات أي دولة تعتبر حلف تحديدا لدول الخليج، يعني بتركيا تحديدا في الوقت الحالي. هل يعد الآن فتح واستئناف التحويلات المصرفية بين الدولتين بين السودان وتركيا يعني دافعا لدول الخليج حتى يعني تتراجع مستوى العلاقات بين البلدين؟ السودان يعول كثيرا على الخليج في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها، هل يمكن أن يؤثر هذا الاستئناف على علاقة السودان بدول الخليج تحديدا السعودية والإمارات؟ طبعا تركيا لا داعي للشك هي جزء من محور مضاد لمحور السعودية والإمارات ومصر، لكن أنت في نهاية دولة ذات سيادة تمشي حسب مصالح شعبك الاقتصادية والسياسية، ده بتحرك ده الجانب الأول. الجانب الثاني، دول الخليج ومصر رغم يعني توتراتها مع تركيا لكن هناك مصالح اقتصادية وتبادل تجاري ونسب كبيرة التبادل التجاري بين تركيا من جانب وكل على متحدة بين تركيا ومصر والإمارات والسعودية، في حركة بتاعت سياحة من دول الخليج عادية لتركيا، وفي تبادل تجاري واستثماري ضخم. انت اذا كان بتراعي في سياستك السياسية الدبلوماسية مصالحك وما بتكون جزء من محاور بتكون سياسة قائمة على الاستغلالية، وانت بتراعي لمصالحك الاقتصادية والتبادل الاقتصادي ما بتحصل لك مشاكل مع اي دولة تانية. لازم كنت ذكرت لك التبادل التجاري حتى في حالة الاستقطاب دي كبير بين تركيا ومصر، بين تركيا والإمارات وبين تركيا والسعودية. المصالح الاقتصادية قد تتأثر بالسياسة لكن ما درجة كبيرة، والاقتصاد هو المحرك للسياسة العالمية والسياسة الداخلية والإقليمية. انت ممكن تحتفظ بعلاقات اقتصادية جيدة وتبادل اقتصادي جيد وبعد كده المدرسة السياسية فيها تحولات، لكن الاقتصاد دائما ما بيحصل فيه اي توتر. حتى ترى انه مصر رغم القطيعة السياسية بينه وبين قطر ما زالت البنوك
القطرية موجودة في مصر وما زالت التحويلات المصرفية مستمرة. المصالح الاقتصادية تعلى على التوترات السياسية والتكتيكات السياسية الحالية، لأنها هي المنظار الأكبر وهي الحاجة المتحركة، بتعبر عن مصالح شعبك، تعبر عن مصالح تاع الشركات. كل ما يكون في استقرار اقتصادي هو ده اللي بيفتح الغنوات لتلين التوترات السياسية. لما ذكرت لك بنك قطر والبنوك القطرية موجودة في مصر، وفي تبادل مصرفي وتبادل اقتصادي بين قطر ومصر وما بين مصر وتركيا، وحتى قلت لك حجم التبادل بين السعودية تحديدا وتركيا كبير جدا الاقتصادي والتجاري والاستثمار. نعم، هم يتعاملون مع الجميع، ولكن في حالة يعني هذا الاستئناف ربما يكون هنالك بعض المشكلات. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عبد العزيز، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، رافقناك اليوم في الفقرة التحليلية. شكرا لك، وشكرا للغناء الموقرة، وشكرا للمشاهدين الكرام في المقام الأول. شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، جولة مع بعض ما جاء في الصحافة العربية والعالمية.